إذا من العنوان المكتبه لهون شوي كابيتال ديزيز فاكتورز اند ديتيرمينانتس يمكن مصطلح ديتيرمينانتس شوي كثير كثير ديتيرمينانتس المقصود فيها هي الشيء اللي يجي قبل الريسك فاكتورز يعني قبل ما يصير الشيء ممكن يكون يصير الريسك فاكتور اي سبب ممكن يؤدي لحدوث الريسك فاكتور اعتبره ديتيرمينانت مثلا لو حكينا صوت اذا لو حكينا مثلا كمثال على الديتيرمينانتس حتى اقدر اميز شو هي عن الريسك فاكتورز لو حكينا مثلا الجيمنج مثلا والاوبيسيتي اوكي فشو الجيمنج شو دخلها ممكن يكون في الاوبيسيتي ضلوا قاعد مش فيزيكال اكتيفيتي فيزيكال اكتيفيتي بتصير هي ريسك فاكتور لحدوث اوبيسيتي اوكي او كارديوفاسكولار ديزيز اوكي كارديوفاسكولار ديزيز اذا حكينا شو علاقه الجيمنج مع كارديوفاسكولار ديزيز ما في علاقه بالدار لكن كان الجيمنج سبب لحدوث الانكريس بي ام اي والبي ام اي از ريسك فاكتور فور كارديوفاسكولار ديزيز ذات الجيمنج يعتبر ديترمينانت فور كارديوفاسكولار ديزيز اوكي اوضح شو المقصود بمصطلح الديتيرمينانتس اللي هي اللي بتيجي الاشياء اللي بتيجي قبل الكارديو الريسك فاكتورز اوكي الان نحكي عن كارديو فاسكولار ديزيز ريسك فاكتورز في موديفايبل ريسك فاكتورز اند اذر موديفايبل ريسك فاكتورز اللي هي اقل استخدام او اقل وجود الميجر موديفايبل ريسك فاكتورز حكينا عنها في المحاضرة السابقة ممكن شوي الابنورمال بلاد ليبيدز التوباكو يوز الفيزيكال ان اكتيفيتي الاوبيسيتي الان هيلثي دايت دايابيتس ميليتس هاي كلياتها ميجر موديفايبل ريسك فاكتورز وغيرها ممكن تكون اللي هي الهيفي الكحول يوز يوز اوف سيرتن ميديكيشنز واللايكو بروتينز هاي كلياتها ايضا اذر موديفايبل ريسك فاكتورز الان لو اطلعنا على هاي الرسمات وهي اللي بتهمنا احنا بالابيديميولوجي هي اللي بتطلع عليها اوكي انا بعرف ان في ريسك فاكتورز وعرفنا منها من الفرامل كان سبي والدراسه تاعي الامريكا لكن انا لما اطلع في تغير في ريسك فاكتورز بدي اشوف ليش هذا التغير صار بدي اعرف ليش هذا التغير حتى انه ايش زاد ايش نقص شو الاسباب اللي كانت وراء ذلك احنا بالابيديميولوجي لما نطلع على الشغله ما نطلع عليها كما هي نطلع ما وراء كل شيء كان وراء حتى نحدد الموضوع بشكل منطقي من الأسباب. لو قارنا ما بين سنة 90 وال 2019 اللي هي هاي الدراسة أحدث دراسة بنلاحظ إنه أغلب الريسك فاكتورز ظلت بنفس الشيء إلا اللي هي الهاي بادي ماس إندكس أوكي الهاي بادي ماس إندكس صارت نمبر 5 في 2019 والتوباكو نزلت ل نمبر 6 اذا هذا الشيء بدلنا بشكل او باخر انه صار في زياده بوزن المجتمعات صار في زياده بالبادي ماس اندكس في المجتمعات وهي صار خلاها انها تاخذ الرانك اعلى ممكن صار في شويه وعي من ناحيه التدخين السموكينج بحيث انه نزل الرانك اذا هاي على هاي ادت الى تغير اللي هي الرانك تبع البادي ماس اندكس والسموكينج اذا طلعنا هون على الموديفايبل ريسك فاكتورز قسمناها الى ثلاث كاتيجوريز اللي هي البيهيفيورال ريسك فاكتورز والانفايرمنتال والميتابوليك ريسكس الميتابوليك ريسكس لها علاقه بالهاي سيستوليك بلاد بريشر الهاي ال دي ال كوليسترول الهاي بادي ماس اندكس الهاي فاستيك بلازما جلوكوز اند كيدني ديسفانكشن هاي كلياتها بنقدر نحكي عنها ميتابوليك الانفايرومنتال اللي هي الاير بولوشن والنون اوبتيمال تمبريتشر واذر انفايرومنتال فاكتورز هاي كلياتها بنعتبرها انفايرومنتال وهي ريسك فاكتورز موجوده وإلها دور خصوصا الاير بولوشن والبيهيفيورال ريسكس وهدول لازم نركز عليهم اكثر لانها بيهيفيورال لازم اي شخص يكون له دور في الادوكيشن حتى نركز على البيهيفيورال من ناحيه الداتا ريسكس
tobacco and alcohol towards low physical activity. Okay. الآن لو طلعنا على هاي الرسم الأمامي اللي هي comparison مثلاً ما بين men and women وتلاحظوا الكاتيجوريز A B C and D أوكي فالكاتيجوري A اللي هي إذا كان ال blood plasma pressure أخذنا ال most important risk factors فهي هاي الرسم الناتج عن الفرامل فرام ستدي النتائج تبعها بحيث انه اذا كان A الكاتيجوري A اللي هي الريسك اوف او الاستيميتد 10 يير كورونري هارت ديزيز ريسك اوكي اذا لو طلعنا على العمود الواي اكسس اللي هي الاستيميتد الكارديو فاسكولار ديزيز ريسك فبنلاحظ انه اقل شيء لما يكون الاشياء شبه ايديال اللي هي الكاتيجوري A اللي هي البلد بريشر 120 على 80 التوتال كوليسترول 200 ال HDL كوليسترول 50 وديابيتس there's no diabetes and no cigarette smoking وكل ما زادت هاي الأشياء فإنها تزيد الريسك of cardiovascular disease أوكي الآن نحكي عن non modifiable risk factors اللي هم أشياء ما إلنا إحنا دور فيها هي ممكن يكون الجندر لاحظوا احنا حكينا بالميلز اكثر الفاميلي هيستوري اند جينومكس لها كمان دور الايج طبعا كل ما زاد الايج الانكريز ممكن يزيد الريسك اوف كارديو فاسكولار ديزيزز الاثنيسيتي اور ريس اللي هي بلاك امريكانز عندهم اعلى نسب اوف كارديو فاسكولار ديزيزز النوفل ريسك فاكتورز اللي هي اكسس هوموسيستين ان بلاد هذول جداد انفلاماتوري ماركرز الابنورمال بلاد كواجيليشن الفيتد بلاد ليفلز اوف فايبرينوجين فكلياتهم اللي نعتبرها نوبل بحيث انها هم جداد على الساحة وتم تمييزهم جديد. نعطي شوية بعض الضوء على اللي هي بعض الريسك فاكتورز مش حكينا عن كلهم حكينا عن فاميلي هيستوري انجيوغرافيز. Can sometimes be the pressure of the single cause of cardiovascular disease وممكن تكون هي أهم اللي هي risk factor for cardiovascular disease يعني اللي عنده بالfamily history حدا عنده cardiovascular disease حتزيد نسبة الإصابة of أو risk للإصابة في cardiovascular disease عنده so a large proportion of heart attacks or strokes occurring at younger age are felt to be attributable to inherited or familial predisposition إذا كل ما كان الكير أو الإصابة في عمر أصغر ففي هاي الحالة يكون السبب ممكن يكون or more likely إنه تكون نتيجة شيء وراثي ما لهاش علاقة ب other risk factors أوكي هلا الفاكتورز اللي حكينا عنها من ناحية اللي هي الجينيتكس أو اللي هي الفاميلي هيستوري أول شيء بدنا نطلع على اللي هي أول الفاميلي هيستوري of premature coronary heart disease A male first degree relative experiencing a first manifestation of coronary heart disease under the age of 45 هذا بيكون اللي هي انه صار عنده الـ اي manifestation of coronary heart disease وايضا ممكن نحكي female first degree relative experiencing coronary heart disease under the age of 55 اذا كان في حدا من الفاميلي صار عنده coronary heart disease فهذا بيكون هي رح تزيد أكثر من 12 مرة ضعف الريسك الطبيعي ل compared to mean لأن ما عندهم حدا من الفاميلي ممبرز مصاب بالكولونيال هارتس أوكي الفاميلي هارتس كولسترول مينا is an autosomal dominant condition associated with very high levels of total and more than
diseases. واللي هي الجينيتيك ديفكتس ريسبونسبل فور ميجر كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز مثل الهايبرتنشن الاوبيسيتي والديابيتس. هذول ممكن يكون لهم اسباب لحدوثهم جينيتيكلي، فبالتالي لما يكون هذا الشيء موجود بيؤدي الى حدوث هاي الديزيزز اللي ايضا تعتبر اوريدي هي ريسك فاكتورز للكارديوفاسكولار ديزيز. نحكي شوي على الديابيتس اند ميتابوليك سيندروم، هم هدول اهم شيء للكارديوفاسكولار ديزيز، يعني اهم تو فاكتورز بنحكي عنهم في الكارديوفاسكولار ديزيزز الديابيتس اند ميتابوليك سيندروم. فالديابيتس از ا ميجر ريسك فاكتور فور سي في دي اند از اسوشيتد وذ ا جريتر ريسك اوف كورونري هارت ديزيز، ستروك، كرونيك كيدني ديزيز اند بيريفيرال فاسكولار ديزيز. So there are wide variation in prevalence according to gender and ethnicity. فهي أكثر في المن، الآن بناءً على الدراسات وجدوا انه there have been shown an increased risk of a future CVD in people with metabolic syndrome. Metabolic syndrome هو عرف، اتوقع يمكن اخذتوه او راح تاخذوه ممكن ما بعرف، المهم اللي هو وجود على الاقل ثلاثه من هاي الكاتيجوريز او الكاتيجوريز الموجوده امامنا، بحيث يكون اللي هي الابدومينال اوبيسيتي يكون موجود، ال HDL يكون اقل من 40، الفاستنج ترايجليسرايدز 150 او اكثر، الاليفيتد بلاد بريشر اوف 130 سيستوليك اور اباف، ومن ناحيه الدايستوليك اللي هي 85، والامبيرد فاستنج جلوكوز ديفايند ات ليست 100 ملي جرام بير دي سي لتر اور هايبو جلايسيميك ثيرابي اور اون هايبو جلايسيميك. إذن هاي كلياتها وجود ثلاثة منها بنحكي إنه هذا الشخص عنده اللي هو الميتابوليك سيندروم، أوكي؟ أي ثلاثة من هدول تجمعوا في شخص واحد بنحكي هذا الشخص عنده الميتابوليك سيندروم. طيب شو تأثير الميتابوليك سيندروم على الكارديوفاسكولار ديزيزز؟ The metabolic syndrome is associated with a twofold increase in the risk of CVD, CVD mortality, MI and stroke, and a 1.5 increase in risk for all-cause mortality. So the prevention and reduction of the metabolic syndrome is essential to reduce cardiovascular disease and to extend the life in other populations. The last question is, عم نرجع نحكي عن metabolic syndrome له علاقة بأشياء لكل النون كوميونيكابل ديزيزز مش بس الكارديوفاسكولار ديزيزز، اوكي؟ الهايبرتنشن ايضا له تاثيره من ناحيه الكارديوفاسكولار ديزيزز. فور افري بلاد بريشر انكريز اوف 20 و 20 ل 10 ملي جرام سيستوليك دايستوليك، كل ما تزيد 10 فوق ال 115 على 175 بزيد الريسك للكورونري هارت ديزيز والستروك والسي في دي، تو increase by double، يعني راح تتضاعف. اوكي، so lowering blood pressure substantially decreases the risk of a future cardiovascular events, stroke and end stage renal diseases. نتيجة أيضا large meta analysis. لما نحكي meta analysis يعني إحنا أخذنا كل الدراسات اللي اشتغلت في هذا الموضوع ونقصنا شو طلع منها، اوكي؟ لما نحكي لارج معناته هذا الشيء الفايندنجز تبعها هو تلخيص لدراسات كثيره. فلارج ميتا اناليسيز شو وجدت؟ انه الاكتيف تريتمنت وذ انيشال دوز اوف ديوريتيك بيتا بلوكرز الاس انهبيترز وغيرها من التريتمنت راح تقلل الريسك اوف كورونري هارت ديزيز والتوتال مورتاليتي. اوكي، so the control of hypertension and treatment of hypertension راح يقلل من الكورونري هارت ديزيز. اوكي، السيجرت سموكينج لها تاثير كبير
tobacco smoking is among the leading preventable cause of death globally. وهو بيجي من ناحيتين، من ناحية التوباكو سموكينج أو حتى لو كان نحكي عن اللي هي second hand smoking اللي هي secondary smoking. فcigarette smokers are at increased risk of coronary heart disease by 2 to 4 times higher. الستروك راح يصير عندهم دبل. الperipheral vascular disease أيضا راح يصير more than 10 times higher among هم smokers. الفيزيكال اند اكتيفيتي والاوبيسيتي كمان لهم دور زي ما حكيت لكم. has shown to be associated with an approximately 1.5 to 2 fold increase in the risk of death from coronary heart disease with an increase in the risk of beginning below the 25 kilogram per meter squared BMI cut off point for overweight. اذا احنا بزيد الريسك من بعد هاي النقطه بزيد الريسك بشكل كبير. Several cardiovascular risk factors are linked to obesity including hypertension, dyslipidemia وغيرها sleep apnea وغيرها من diseases كلياتها related للobesity. Increases in physical fitness have been shown to be linked to 20 to 40% lower risk of mortality and cardiovascular disease events. إذن هذا بدنا قديش تأثير الانكريز للاكتيفيتي، كل ما واحد زاد الاكتيفيتي تبعته راح تؤدي الى انها تقلل بمقدار 20 ل 40% من الريسك للكارديوفاسكولار ديزيزز. انكريز ان اتش دي ال ليفلز، ريدكشن ان سيستوليك اند دايستوليك بلاد بريشرز، انسولين ريزيستنس اند جلوكوز انتوليرنس، هاي كلياتها بتتاثر بالفيزيكال اكتيفيتي. سو ايضا من الاشياء اللي بهمنا اللي هي الابدومينال اوبيسيتي هي اللي هو الكرش عندنا في مجتمعنا المعروف، هذا هو أكبر خطر على cardiovascular diseases وهو لأنه عنصر أساسي في الميتابوليك سيندروم. الآن نتطلع على اللي هي المعايير أو الأشياء الأيديال اللي إحنا بدنا إياها، الكرايتيريا الأيديال اللي بدنا إياها تكون في cardiovascular disease health to decrease the risk اللي هي cigarette smoking. شو نشتغل عليها؟ طبعاً أكيد اللي هي non smoking أحسن شيء، it's the ideal. لو الفيزيكال اكتيفيتي، طب قد ايه بدي فيزيكال اكتيفيتي لحتى تو ريديوس ذا ريسك؟ اني انا اعمل فيزيكال اكتيفيتي بمقدار اللي هي 150 دقيقه او اكثر من المودريت اكتيفيتي خلال الاسبوع. اوكي، ف 150 دقيقه لو قسمناها بالاسبوع قديش بتكون؟ تقريبا ثلث ساعه ل 25 دقيقه، 20 دقيقة تقريبا. فاليوميا لو الواحد اشتغل او مشي 20 دقيقة بشكل اللي هي moderate intensity كافي انها تقلل بشكل كبير اللي هي risk of cardiovascular disease ويوصل target الهيلث اللي احنا بدنا اياه. البادي ماس اندكس يكون اقل من 25. الهيلثي دايت ايضا هاي من الاشياء اللي هي fruits vegetables يركز عليها، يزيد البورشنز تبعها. الكوليسترول اقل من 200، بلاد بريشر اقل من 120 على 80، والفاستنج بلاد بلازما جلوكوز اللي هي اقل من 100. فهاي كلياتها اللي هي الاشياء الايديال اللي بننظر لها لحتى احنا بنشوف البيشنت. ليش نحكيها احنا؟ بنشوف البيشنت ايش اللي عنده من هذول لازم نشتغل عليها لحتى تقلل الريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز، خصوصا هم ات هاير ريسك اوف developing cardiovascular diseases إذا كان عندهم إشي بالفاميلي أو كذا، فلازم يشتغلوا على هاي التارجتس. أوكي، هاي الرسمة بتوضح اللي هي، لاحظوا عندنا هون عشان نعرف شو معناها، اللي هي أكتر number of ideal health behaviors number of ideal health factors كل ما زادت بقل الريسك of the incidence rate of cardiovascular disease، يعني بقل حدوث الكارديوفاسكولار ديزيز. هاي الدراسه اجريت في الاردن حديثا في 2020 اللي هي prevalence of cardiovascular disease risk factors among Jordanians. لاحظوا احنا عندنا بالاردن اكثر شيء اللي هي dyslipidemia و اوكي وايضا كيف انه هون الهايبرتنشن الاوبيسيتي وايضا انا مش عارف هاي
الآن نحكي عن الديتيرمينانتس اللي هي بتيجي حكينا اللي قبل الريسك فاكتورز اللي هي بتيجي it comes from the Latin word اللي هي determine from the end the origin of the cause chain. ففي عنا psychological determinants, في عنا socio-economic determinants والenvironmental determinants. Psychological determinants اللي هم stress, depression, anxiety, هاي كلياتها تعتبر determinants مش risk factors للcardiovascular diseases, لكنها تؤدي لحدوث risk factors اللي ممكن تؤدي لحدوث cardiovascular diseases. أوكي. Socioeconomic determinants اللي هي من أهمها ال socialization, اللي طبعاً لما يصير الواحد يصير له social isolation ويبتعد عن الناس رح يأثر عليه بحيث إنه increase the risk of cardiovascular disease. The effective for conducting the health activities ممكن أيضا من ناحية socialization إنه يتشجع الواحد مع اللي حواليه إنه يلعب activity رياضة physical activity فهي بتأثر من ناحيتين, إذا انعزل فهو بتزيد الريسك, وإذا كان مع العالم والناس ممكن تشجع للرياضة أكثر. Income, people are not concentrating on controlling cardiovascular disease risk factors, فهم بيصير يركزوا على increasing the income فما بروحوا بيلعبوا بالرياضة فبتقليز الريسك of cardiovascular disease. والإدوكيشن أكيد كل ما زاد الإدوكيشن راح increase الوعي أكثر فبصير يمارس healthy lifestyle أكثر ويؤدي إلى decrease the risk of cardiovascular diseases. الenvironmental determinants اللي هي the geographic location, وهي أكثر شيء بتبين ما بين الرورال والأريز والأربن, يعني المناطق المدنية والحضرية. ففي الرورال أريز اللي هي have higher rates of death from cardiovascular diseases. ليش؟ لأنهم يكون عندهم مثلاً أقل income أحياناً, ممكن لأنه عندهم أقل وعي, ممكن لأنه فهذا كليات يؤدي إلى أنهم ما بيهتموا باللايفستايل الأفضل للcardiovascular diseases, يصير عندهم الأوبيسيتي أكثر فبفوتوا بالريسك فاكتورز اللي كنا نحكي عنها. أوكي, عشان هيك نحكي عنها determinants. الإكسبوجر من ناحية environmental toxins, the pollution, هاي كلياتها determinants. The access to health services, أيضا هاي من determinants. Resources, المقصود فيها مثلا اللي هي environment اللي حوالينا, هل وجود أرصفة أو لا. لما أحكيكم هذه الأرصفة وجودها هي determinant للكارديوفاسكولار ديزيز, في علاقة في بالكم ليش؟ تشجع على المشي بتقل الكادرات. إذا وجود الأرصفة وجود البنية اللي بتشجع على اللي هي المشي والرياضة وغيرها, الآن الواحد بده يمشي مع عدم وجود الأرصفة شو بصير فيه؟ بنقص يعني أوكي قلل الكارديوفاسكولار مورتاليتي, لكن راح على اللي هي الفيرست أو ليدنج كوز أوف ديث مش من نتيجة الديزيز اللي هي الأكسيدنتس. أوكي, لذلك هاي الأشياء أيضا من الأشياء نهتم فيها حتى إنها يكون الصورة متكاملة للبيلدينج الهيلثي لايف ستايل. أوكي, خلصت. فهي معليه.